ديك دارك ديك دارك ديك دارك ديك دارك آخ منك يا زمن، كلني بيحلم يرجعوك لورا بس بتضلك ديك دارك ديك دارك ديك دارك. ضل خايفين من التك اللي جاي، لما بتوقف بخوفنا الصم صم صم، بخوفنا الولا شي المليان بكل شي صم صم صم، موجود ومش موجود تيك تاك تيك تاك تيك تاك، مش حاسس بشي، مش شايف حدود لشي، بس بدي كل شي. واخ منك يا زمن، يا ريت عشت كل دكي وكانها اخر دكي، لو 60 دكي بس 60 دكي، كنت عشت 60 حياة، بس شو لئيم يا زمن لئيم، بتضلك تيك تاك تيك. حط الفانك شوي بتوتر، حس بالشيرة، حط الفانك شوي، ترش معنى الفانك شوي. شانك فوي معلوم بقى، أنا اللي بقى ايه كمي. فانك شوي، شانك فوي شو قلت أنا ايه شانك فوي كمل. فانك شوي هو علم بيحكي عن علاقة الإنسان بالأشياء اللي حواليه، فهمت؟ لا، كيف يعني؟ يعني طاقة بتحصل بينك وبين الأشياء المرتبة، ممكن ترتيب معين يخليك تحس إنك مرتاح، بس ممكن ترتيب ثاني يخليك تحس إنك كثير معقد ومتوتر. شو هالحكي؟ يعني إسا إذا كان هالشرشف هيك ممكن نفسيتي غير إنك، وإذا بيكون هيك؟ بالضبط هيك. طب حكي حكي لي هو شوي لشوف. ايه لا 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 هذا الشانك فوي تبعك بيأثر له علاقة يعني بترتيب البني آدمين؟ معلوم، هو اللي له علاقة بترتيب البني آدمين، وفي شيء اسمه تين تيرن. التين هو القدر السماوي اللي منقدرش نتحكم فيه، والتي هو القدر الأرضي، يعني كيف تختار الأشياء اللي حواليك منشان تعطيك طاقة إيجابية، والرن هي الطاقة، عفوا هي القدر البشري. هن الناس اللي هن يعني كيف تختار الناس الصح؟ يعني الناس اللي بيعطوك طاقة إيجابية. فهمت. طب أختي يعني ممكن هيك مشان تجربي يعني وقفيلي وقفيلي انكحت شوي لشوف كاني مرتاح يعني. هون؟ أيوه هيك هيك لا 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 خدمي 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 شوي. لا لا كمل 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 طيش 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 هيك مرتاح. بتعرفي يبدو وجودك كله على بعضه هون مش مريح يعني. أحسن شي خليكي بقى عشان كيف افهم ليش مش مصلح التليفون؟ وليش عطاني يصلحه؟ ليش مش مصلحه يعني؟ بدك اني خيك الكبير صلح التليفون؟ وإذا خي كبير يعني؟ حبيبي من بعد ما بيت بي بطل عندي كبير، أيوه كل واحد بده شغلة يقوم يعملها مش بيجي لعند طليع. وعلى فكرة في واحد برا بده يشوف أمي. واحد برا بده يشوف أمك؟ ومن هالواحد والله؟ والله يا خيي فيك تطلع وبتشوف أنه بديش اطلع لبرا، بدي عم بسألك إلك يعني، قل لي مين هو؟ خيي حبيبي هيك من الصبح يلا في برا عمي جمال. أهلا عمي جمال، كيف الصح؟ تفضل تفضل خذ راحتك، أنا تعبان شوي فرحتني بس بتعرف خيي معذبني شوي. شو بدك تعمل يا زلمة؟ أما هسا شو بدك تعمل لك فوت تعبيت وقتلي غير شكل لك إيه غير شكل.
لك شباب ضايعه صايعه دايرتها على اكل الهوى والمرقعه بدل ما ينتبهوا لشغلهم لمستقبلهم. اما يلا يا حياه اللي ما تنادي. اهلين عمي جمال. حبيبي طلع نفسك على كلمتين. يلا سنة همي الوحيد إن ما حد يشوفك. 20 سنة كنت كل محل روح عليه أتأكد إنك مش موجودة لحتى بشوفك. كنت كل ما أشوف مرة لابسة فستان رمادي كنت أهرب خافي تكوني أنت. 7300 يوم مع كل دقة بقلبي كنت أسأل حالي نفس السؤال، ليش فجأة قلتلي بكرة؟ 20 سنة ما عرفتش ولا مرة لأني عرفتك. حتى بس فتت على السجن قلت لي راح استناك، راح استناك كل لحظة. قلت الوطن والوطن أنت. حتى بس بقوا يعظموني لحتى أعترف، خليت أعترف في حب بهجي. مع كل ضربة كف ولطة وعصاي بقيت تقول بحب بهجي. 2 سنين بالسجن كنتي معي. حتى thank you.